السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في مدونة حسن رضوان التعليمية. إن شاء الله النهاردة هناخد الدرس 18 في الوورد، وهو طرق الكشف عن التنسيق وتنسيق الخط. جهزنا هذا المستند وهو يشمل العديد من التنسيقات والعديد من الخطوط المختلفة لإظهار عملية الكشف عن التنسيق. طبعا احنا نعرف انه اي تغيير على المستند لابد من تحديد الكتابات قبل اي تعديل عليها. فمثلا بتحديد مثلا هذه الكتابات نلاحظ ظهور تنسيق هذه الكتابات في نوع الخط وحجم الخط ونمط الخط وفي المحاذاة. فمثلا نوع الخط هنا هو بولد ايتاليك ارت وحجمه هو 20 نقطة، وتنسيق الخط المحاذاة الى اليمين. ومثلا هذا الخط نجد انه ديواني لتر 36 نقطة، وهو بولد أي أسود عريض ومحاذاة أيضا إلى اليمين. ولون الخط نجد ظهور لون الخط المحدد في أيقونة لون الخط. فمثلا إذا حددنا هذا الخط نجد أن نوع الخط يظهر هنا وهو أندلسي وحجمه 20، وهو توسيط، ولون الخط لا يظهر اللون هنا. عرفنا قبل ذلك أهمية جزء المهام في مستند الوورد، وجزء المهام يمكن إظهاره أو عرضه من عرض وجزء المهام، وبه العديد من لوحات الوظائف التي يمكن أن نعرضها من هذا السهم، مستند جديد والحافظة وما إلى ذلك. هناخد النهاردة جزء لوحة الوظائف الكشف عن التنسيقات، والتي يمكن أيضا عرضها من تنسيق وكشف عن التنسيق، فتظهر لوحة الوظائف الكشف عن التنسيق. الكشف عن التنسيق هو طريقة سهلة وبسيطة جدا للكشف عن تنسيق الكتابات الموجودة بالمستند. فمثلا مع تحديد هذه الكتابات نجد هنا جزء المعينة هذا يظهر به الكتابات ولونها والخط فيها وما إلى ذلك. كما نجد أيضا هذا السهم وبه تحديد كامل النص ذي التنسيق المتشابه، والضغط عليه يقوم البرنامج بتحديد الكتابات التي تحتوي على نفس التنسيق. كما نجد أيضا تطبيق تنسيق النص المحدد، وهو يقوم بنسخ التنسيق إلى تنسيقات أخرى. ومسح التنسيق أي يمسح التنسيقات ويبقي على التنسيق الافتراضي للبرنامج الذي تم به الإدخالات. نضغط Ctrl Z للتراجع. وهنا لتحديد هذه الخانة مقارنة بتحديد آخر يقوم بتحديد بإجراء مقارنة بين تنسيقين مختلفين كما نلاحظ. وهنا في هذا الجزء، جزء تنسيق النص المحدد، نجد كل التنسيقات المطبقة على الكتابات المحددة تظهر هنا. فنجد أن الخط، نجد نوع الخط هنا
وحجم الخط والنمط أو الأسلوب، الخط أسود عريض ولونه، كل ما يتعلق بالخط وتنسيقه نجد تحت الخط. ولإجراء تعديلات على الخط يمكن الضغط على هذا الرابط الذي ينقلنا إلى لوحة أو مربع الحوار خط، ينقلنا الضغط مباشرة إلى مربع الحوار خط الذي يمكن أن نقوم بتعديل نوع الخط ونمط الخط، وسوف نقوم بشرح هذه النافذة فيما بعد. كما نجد أيضا الخط المستخدم، اسم الخط واللغة المستخدمة أيضا والفقرات، محاذاة الفقرات إلى اليمين، مسافة البدء نجدها هنا. هذا بالنسبة للكشف عن التنسيق، فبتحديد أي كتابات يقوم تلقائيا هذا الجزء بعرض تنسيق المطبق على هذه الكتابات في هذا الجزء. ولإجراء التعديل على تنسيق الخط نقوم بتحديد الكتابات ثم الضغط على شريط القوائم تنسيق واختيار تنسيق خط، تظهر مربع الحوار خط وبه العديد من لوحات المتغيرات، فنجد لوحة المتغيرات خط ونجد لوحة المتغيرات تباعد الأحرف ونجد لوحة المتغيرات تأثير النص. ففي الخط نجد نوع الخط كما نلاحظ، ويمكن الاختيار من أنواع الخط هذه عن طريق الأسهم من لوحة المفاتيح، السهم إلى أعلى ينقلنا خط إلى أعلى، والسهم إلى أسفل ينقلنا خط إلى أسفل. كما نجد أيضا نمط الخط وهو النمط العادي أو مائل أو أسود عريض أو أسود عريض مائل معا. كما نجد أيضا حجم الخط، يمكن الاختيار من أحجام الخط هذه أو يمكن تظليل هذا الجزء والكتابة مباشرة من لوحة المفاتيح. كما نجد أيضا لون الخط، يمكن اختيار من هنا مثلا، ونجد نمط التسطير وهو نوع التسطير الذي يستخدم تحت الكتابات إذا اخترنا تسطير. ونجد أيضا لون التسطير غير نشط لأنه بلا تسطير، فإذا اخترنا نمط التسطير مثلا وليكن هذا النمط، نجد تنشيط لون التسطير فنختار لون للتسطير، نجد في جزء معين هذا يتم معاينة لون الخط ونوع الخط وحجم الخط في جزء معين هذا. نجد أيضا تأثيرات التي يمكن أن تتم على النص المحدد،